هل يجوز لغير المسلم أن يدخل داخل المسجد وأن يجلس فيه جزاكم الله خيرا؟ يجوز للكافر دخول المسجد لغرض من الأغراض، إما لتأدية رسالة للمسؤول المسلم المسؤول كالأمير والإمام، فإن رسل الكفار كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وربط ثمامة بن أثال وهو كافر قبل أن يسلم ربطه بسارية المسجد، فدخول الكافر في المسجد لغرض من الأغراض كإيصال رسالة إلى المسؤولين أو لسماع الدعوة إلى الإسلام أو سماع القرآن لعله أن يتأثر ويدخل في الإسلام لا بأس بذلك.